جوزة الطيب نواة ثمرة من فصيلة الجوزيات تنمو في المناطق الاستوائية فقط. هذا النوع من الجوز غير صالح للأكل بعكس تسمية نواتها، وعادة ما تكون مغلقة بقشرة حمراء. تعتبر جوزة الطيب واحدة من أهم أنواع شجرة جوز الطيب، وهي شجرة دائمة الخضرة تتواجد في جزر الباندا الموجودة في جزر الملوك، أو ما تعرف بجزر التوابل الموجودة في أندونيسيا. وإن كانت غير صالحة للاستهلاك، إلا أن اجتهاد الطباخين جعل منها بهاراً لا يستغنى عنه في معظم الوجبات. جوزة الطيب احنا في البار نخلطوها في راس الحانوت، أقصد نديروا شوية فلفل كحل، نديروا شوية كركم، سكون جبير، الكمون، أمورات راس الحانوت، شوية ثوم، شوية بصل مرحي، شغل البيت مد شوية بنا. وحنا شي مشتريه والفو راس الحانوت تاعنا، سي بور سا اللي لازم ندير لهم كاع شويه شويه كيما الهيل على بات تمد بنا. حنا راس الحانوت لازمنا نجيبوه كاع مجموع، الحاجه اللي لازمها لازم نديروها. حنا جينا مرة خدمة بزاف في راس الحانوت، باسكو راس الحانوت سان كوكتيل دي بيس، في قرفه، في كبابه، في سكنجبير، في واسمه القرنفل، هذو كاع يجيو فيه. في الجزائر اتسعت رقعة استعمال جوزة الطيب وأضحت تابلا لا يمكن الاستغناء عنه حتى في تحضير بعض المرطبات. أما التسمية فتختلف من منطقة إلى أخرى. جوزة الطيب هنا سموها البلوطة عندنا، إيه هذيك تندق، تندار في الدجاج، تندار خصوص في الطمينة، تندار مع راس الحانوت، مع صوالح كاع تندار، نديروها في الطمينة مع الكمون، القرفة، كلش كاع نديروهم، نستعملوها كي الشغل الداخل كيما نقولوا كيما الفيون طاشي الداخل، إيه نديروها طمينة الداخل مليحة عشبة ناكلوها هنا بالدجاج. طيب محمر ولا ونديروها في العام، خصوص في العام، ايه نديروها فين في الطمينه مليحه، فيها فوائد مليحه، ايه اني كومونش تاعو ما تشربش عليها الماء، كي توسيها الماء ما تشربوش عليها، لاخاطرش هي تطلق الحراره فيها في الاخرين تاعها الفوائد، كي ديرها انت لازم ما تشربش عليها الماء. جوزة الطيب تعرف على أنها من المواد المنشطة والطاردة للغازات، كما يستخدم زيتها في صناعة المراهم المعالجة للروماتيزم والمشاكل التنفسية، وكذا لمعالجة جفاف الجلد واضطراباته، مع تخليص الجسم من السموم وتقوية المناعة من خلال تخليص الكلى من الفضلات وتفتيت الحصى فيها، وبإمكانها أيضاً تحسين وظائف الكبد بشكل عام. هذا ويؤدي وضع رشة واحدة منها مع الحليب إلى علاج مشاكل اضطرابات النوم والأرق. كي ناكلوها تبدأ تعرق، تعرق بيان، ايه ورغم ومع كي تمد الصباح تصيب روحك خفيف بزاف مجربينها 100%. ينصح المختصون بعدم الإكثار من استخدام هذا البهار وتناوله، فمن الممكن أن تؤثر سلباً عن الجسم فيبدأ آكلها في الهلوسة وفقدان الإدراك بما يحدث من حوله، ومن الممكن أن تؤدي إلى تسارع في دقات القلب والشعور بالغثيان مع عدم انتظام عملية التنفس.